الاخوان كما كتبوا معنا واحد البركه. الفيديو هذا كان هديه للناس المتابعين لقناه الذهبي فيشين. كما كتشوفوا جبارسوني كان صد اليوم. كانوا جاتكم واحد الفيديو وصراحه تفاجئنا بالناس البحريه هنا ديال الشماعله. تبارك الله عليهم، جابوا تبارك الله 30 صندوق. مرحبا بكم الاخوان كاملين. الشماعله الخير موجود، اللي بغى الحوت طري وسناو الجديد ديالنا ان شاء الله. غندخلكم هالفيديو الاخوان باش تشوفوا هذا الحوت وهذا الخير ديال المنطقه. يعني هذا الفيديو غيكون خفيف ظريف على ما نرجع لكم بالجديد ان شاء الله. يلا الاخوان نتلاقى في شي فيديو، مع السلامه. اخوان ديالنا انا جيت باش نكمل على الفيديو ديال محمد. نقول لكم غير واحد الملحوظه، واحد الملحوظه، هاد الكناطير هذا الخير هذا ما صادوه شي قوارب صغار، يعني اللي كتسموهم المربيره. هادشي هذا جابوا ماركه في الدلجر اللي كيسمى بالطرينيه، هذا حصل في الشبكه اللي كيحل العمل، ماشي الترسه اللي كيرسموا المربيرات في البحر. هذا يعني حلق عليها وجابوا الماركه السردين، واللي جاب الخير هذاتي. وشكرا، هادي واحد الفائده لدعم عم الجميع. شكرا انا الحسن وصحتكم الاخوان، وسناو الجديد ديالنا ان شاء الله. يلا مع السلامه. يا